مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من مدينة إسطنبول التركية لتطورات قضية قتل الكاتب والإعلامي الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي قتل داخل مقر قنصلية المملكة العربية السعودية بمدينة إسطنبول يوم الثلاثاء 2 أكتوبر. نحن الآن داخل أحد أماكن غسيل السيارات والذي يبعد عدة مئات من الأمتار عن مقر منزل القنصل السعودي، وهذه الصور التي تشاهدونها على الجانب الآخر من الشاشة هي صور حصلنا عليها من كاميرات المراقبة الخاصة بهذا المكان، حيث توصلت الشرطة التركية خلال تحقيقاتها أن هناك سيارتين، منها سيارة القنصل السعودي محمد العتيبي وسيارة أخرى فان كبيرة تابعة للقنصلية. تلك السيارتين خرجتا يوم الثلاثاء 2 أكتوبر من القنصلية، ومن ثم توجهتا إلى منزل القنصل السعودي محمد العتيبي، وبقيت هناك 4 ساعات، ومن ثم خرجت السيارة الكبيرة خارج منزل القنصل وغابت عن كاميرات المراقبة مدة 6 ساعات كاملة، ومن ثم عادت مرة أخرى إلى منزل القنصل السعودي، وبقيت تلك السيارتين بداخل جراج الخاص بمنزل القنصل السعودي محمد العتيبي لمدة 3 أيام، وهي نفس الأيام التي بقي فيها محمد العتيبي القنصل السعودي نفسه داخل منزله ولم يغادره خلال تلك الأيام 3، وألغى كل مواعيده خلال تلك الأيام 3. في اليوم 4 من ارتكاب الجريمة جاءت تلك السيارتين إلى هذا المكان الذي ذكرنا أنه يبعد عدة مئات من الأمتار فقط من منزل محمد العتيبي، وطلب السائقين من العاملين هنا أن يتم تنظيف تلك السيارتين بشكل دقيق وتفصيلي من الداخل ومن الخارج كما ذكر العاملون في هذا المكان. بالطبع النيابة التركية أخذت إفادات العاملين في هذا المكان حول ما إذا كانوا قد اشتبهوا في أي شيء كان داخل السيارة مثل أثار دماء أو غير ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة لا نعلم ما هي كانت إجابة العاملين للنيابة التركية. ولكن الملحوظة التي ذكرت في بعض الوسائل الإعلام التركية أن السيارة الفان الكبيرة عندما قامت الشرطة القوات الأدلة الجنائية والشرطة التركية بفحصها ببعض المواد الخاصة للكشف عن الدماء بعد تنظيف السيارات، وجدت موضعين في تلك السيارة كان بهما آثار وبقع دماء، وكان قد تم تنظيف هذين الموضعين، ولكن باستخدام الأساليب المتطورة لدى قوات البحث الجنائي تمكنت الشرطة من معرفة أنك في هذين الموضعين كانت هناك بقع دماء، ويتم بالطبع الآن فحص هذه البقع وإلى من تعود هذه الدماء. كما ذكرنا لكم تلك اللقطات التي حصلنا عليها والتي تظهر على الجانب الآخر من الشاشة حصلنا عليها من كاميرات المراقبة الخاصة بهذا المكان الذي يعمل على تنظيف السيارات، المتخصص في تنظيف السيارات، وتظهر تلك اللقطات دخول سيارتين تابعتين للقنصلية السعودية. إحدى تلك السيارتين هي خاصة بالقنصل السعودي نفسه محمد العتيبي، والسيارة الأخرى هي سيارة فان كبيرة بعض الشيء تابعة أيضا للقنصلية، ويشتبه بأن هذه السيارة هي التي حملت بعض من أجزاء جسد جمال خاشقجي، وذلك حسب التسريب الصوتي الذي نشر محتواه في بعض من وسائل الإعلام أن فريق الاغتيال السعودي عندما جاء وقام بقتل جمال خاشقجي قام بتمزيق جسده باستخدام منشار طبي مخصص لهذا من قبل الطبيب الشرعي صلاح الطبيقي، وتم إخراج تلك الأجزاء من جسده داخل أكياس بلاستيكية أو حقائب بلاستيكية تم شرائها خصيصا. من المشتبه أن هذه الحقائب وضعت في تلك السيارة التي تشاهدونها على الجانب الآخر من الشاشة، يقوم العمال هنا بتنظيف هذه السيارة بشكل دقيق من الداخل ومن الخارج. سوف نترككم الآن مع هذه الصور التي حصلنا عليها كما ذكرنا لكم من كاميرات المراقبة الخاصة بهذا المكان لتنظيف السيارات، وتظهر
غسيل السيارتين التابعتين للقنصل السعودي محمد العتيبي بعد 3 أيام من ارتكاب جريمة قتل الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية المملكة العربية السعودية. نترككم مع هذه الصور ومتابعتنا للقضية مستمرة وتغطيتنا مستمرة هنا من اسطنبول. Bak abi senin için rahat olsun. Hiç neyi çektiğimizi dur. Gör abi. Aynen sonra bize şey deme. Şey ileri alabiliyor musun abi? Şu an çalışıyor. Çalışsın. Şu an çalışıyor mu? İlerliyor. Ya araba bitmiş abi. Şu anda şoförle konuşuyoruz. Ha, o yıkadığı an hangisiydi abi? Yıkadığı an. Bir de yıkadığı an. Ben seni görmüyorum abi. Bak sen de bakabilirsin. Neyi çektiğimi gör abi. Ha, yıkadığı an açsana abi. Yıkanıyor ya. Arkadaşları da görmüyorum. Şöyle yapayım abi. Sen zoom yapma. Ben de yaparım buradan. Çekti. Ayın 15'inde polise baktı. Kurulamada çekilen yakaladı. 15'iz. Anadolu kayıtlanan. Polis bana 10 gün sonrası geldi. 10 gün sonrası geldi. Abi senin için rahat olsun. Hiç neyi çektiğimizi dur. Gör abi. Aynen sonra bize şey deme. Şey ileri alabiliyor musun abi? Şu an çalışıyor. Çalışsın. Şu an çalışıyor mu? İlerliyor. Ya araba bitmiş abi. Şu anda şoförle konuşuyoruz. Ha, o yıkadığı an hangisiydi abi? Yıkadığı an. Bir de yıkadığı an. Ben seni görmüyorum abi. Bak sen de bakabilirsin. Neyi çektiğimi gör abi. Ha, yıkadığı an açsana abi. Yıkanıyor ya. Arkadaşları da görmüyorum. Şöyle yapayım abi. Sen zoom yapma. Ben de yaparım buradan. Ne diyorsun abi ya bu şey? Şöyle yansın. Çekti. Ayın 15'inde polise baktı. Kurulamada çekilen yakaladı. 15'iz. Anadolu kayıtlanan. Polis bana 10 gün sonrası geldi. 10 gün sonrası geldi. Abi senin için rahat olsun. Neyi çektiğimizi gör abi. Aynen sonra bize şey deme. Şey ileri alabiliyor musun abi? Şu an çalışıyor. Çalışsın. Şu an çalışıyor mu? İlerliyor. Ya araba bitmiş abi. Şu anda şoförle konuşuyoruz. Ha, o yıkadığı an hangisiydi abi? Yıkadığı an.
Bir de yıkadığını Ben seni anlarsın. görmüyorum abi. Bak sen de bakabilirsin neyi çektiğimi gör abi. Yani yıkadığını anlatsana abi. Yıkanıyor ya. Arkadaşları da görmüyorum.